بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، نلتقي بكم في هذا اللقاء لشرح ما تبقى من أشياء حول موضوع التوحد، وهي مقارنة بين التوحد والحالات الذهنية الأخرى كالفصام والإعاقة العقلية واضطرابات اللغة واضطراب السمع والبصر. نبدأ ب مقارنة ما بين التوحد والفصام. التوحد نرى هنا أنه غير قادر على استخدام الرموز، لكن الفصام قادر على ذلك. التوحد غير قادر على التطوير الاجتماعي، هنا الفصام أحيانا قد يكونوا قادرين على التفاعل الاجتماعي. التوحد لا يعانوا من أمراض فصام الطفولة والهلاوس والهذيان واضطراب التفكير الواضح. هذه الأعراض بالنسبة للفصام أهم ما يميز الفصاميين. يتم التشخيص أقل من 3 سنوات في التوحد، اللي هو في حقيقة 30 شهر، يتم التشخيص في الطفولة المتأخرة وبداية المراهقة. التوحد نسبة الحدوث تزداد في الذكور أكثر من الإناث، لكن في الفصام يتساوى فيه الجنسين. مقارنة بين التوحد والإعاقة العقلية. التوحديون يقوموا بمهمات غير لفظية، خاصة الإدراك الحركي والبصري ومهمات التعامل. الإعاقة العقلية لا تتوفر لديهم هذه القدرات. استخدام اللغة ضعيف وغير موجود. يتوفر لدى المعاقين عقليا استخدامهم للغة، وإن كانت هذه تختلف بحسب درجة الإعاقة. التوحد غالبا ما يكون التوحد قائما لذاته دون إعاقات أخرى بصرية أو سمعية، لكن الإعاقة العقلية قد تصاحبه إعاقات أخرى مثل الجسمية والسمعية والبصرية. وجود ميول فنية كالموسيقى عند التوحديين، لكن الإعاقات العقلية لا تتوفر لديهم مثل هذه الميول الفنية. تشخيص الفارق بين التوحد واضطراب اللغة. التوحد لا يجيدون التواصل سواء اللغة أو الإشارة. اضطراب اللغة يستطيعون التواصل مع الآخرين عن طريق الإيحاءات وتعبيرات الوجه للتعويض عن مشكلة الكلام. التوحد قد يكرر الكلام ويردده كثيرا ولمدة طويلة، لكن في اضطراب اللغة يوجد اضطراب في النطق والكلام، ولكن لا توجد ظاهرة التكرار والإعادة لنفس الكلمة. التشخيص الفارق بين التوحد واضطرابات السمع والبصر. التوحد الانسحاب الاجتماعي والانزعاج من تغير الروتين وسلوكيات أخرى، هذه الأعراض تعتبر أساسية عند التوحد. السمع والبصر الانسحاب الاجتماعي والانزعاج من تغير الروتين وسلوكيات أخرى تعتبر ثانوية نتيجة اضطرابهم. معظم المتوحدين ليسوا صما، ولهذا لا بد من فحص سمعي. الأطفال المكفوفين يمكن أن يظهروا استثارة ذاتية وحركات نمطية مثل المتوحدين. هنا نأتي إلى التدخل العلاجي والتربوي. بداية راح نتحدث عن التدخل العلاجي. اعتمد التدخل العلاجي والتربوي على وجهة النظر التي كانت سائدة حول أسباب التوحد، حيث كان يعتقد أن التوحد اضطراب انفعالي يساهم الوالدان فيه مساهمة أساسية. فقد كان العلاج عن طريق التحليل النفسي هو الأسلوب السائد حتى السبعينات، طبعا من القرن الماضي. ومن أهداف التحليل النفسي إنشاء علاقة قوية مع نموذج يمثل الأم المتساهلة المحبة، علاقة لم تستطع أم الطفل التوحدي أن تتزود به. ويتضمن العلاج مرحلتين. في الأولى يزود المعالج الطفل بأكبر كمية ممكنة من الدعم وتقديم الإشباع وتجنب الإحباط مع التفهم والثبات الانفعالي من قبل المعالج.
والثانية تركز على تطوير المهارات الاجتماعية وتتضمن تأجيل الإشباع والإرضاء. وهنا على الطفل أن يقيم في المستشفى ويتم تقديم بيئة مبنية وصحية من الناحية الانفعالية. كذلك يتم استخدام طريقة العلاج البيئي وتتضمن تقديم برامج للطفل تعتمد على الجانب الاجتماعي عن طريق التشجيع والتعلم على إقامة علاقات شخصية. التدخل التربوي يقوم في الأساس على استخدام إجراءات تعديل السلوك التي تقوم على أسس موضوعية وليس على انطباعات ذاتية، كما أنه أسلوب لا يضع اللوم على الوالدين، بل على العكس من ذلك فإنه يشرك الوالدين في عملية العلاج. أيضا البرامج التربوية يجب أن تتضمن تركيز على الجوانب اللغوية النطقية عند الطفل التوحدي، وذلك بإجراءات تهدف إلى تحسين التواصل اللغوي الذي يفتقده الطفل أو الأطفال التوحديون، بالإضافة إلى إجراءات التعليم المباشر على مهارات أساسية ضرورية في الجوانب الأكاديمية ومهارات الحياة اليومية. بهذا نكون قد أنهينا موضوع التوحد، وسيكون لقائنا الآخر في الموهبة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.